النوبة هي العمق الحقيقي لعلاقات مصر بشعوب وادي النيل، العلاقات المبنية على المصاهرة والعادات والتقاليد المشتركة والغنى. والغنى في النوبة المصرية بيوحدوا السلم الموسيقي الخماسي، وإن كان بيختلف في الإيقاع حسب اللغة، فادكي ولا كنزي. ولما نقول فادكي يبقى بنقول أشهر إيقاع عندهم الكومباك، وأسماء فنانين كبار عبدالله باطة والسيد جاير ومحي الدين شريف ودهب كبارة وفكر الكاشف وأحمد منيب وحمزة علاء الدين. ولما نقول كنوز فاحنا بنتكلم عن إيقاع الهولي هولي وصدق أحمد سليم ومحمد حمام وعز الدين وحسن عبد العزيز ورمضان أحمد. ومن الآلات النوبية القديمة الطنبور، آلة وترية تتصنع من المواد البسيطة، خشب عشان صندوق الصوت بيتشد عليه جلد جمل، والعمودين من الصنط، في الحجم هي أكبر من السمسمية وبتعتبر الأب الروحي ليها. الفرق إن الطنبور له حوايا والسمسمية ليها مفاتيح. الطنبور محتفظ بعدد أوتاره الخمسة زي ما هي، لكن السمسمية وصل عدد أوتارها في بعض الأماكن لخمسة وعشرين وتر. ومع إن الطنبور ما عادش بيستخدم في الأغاني النوبية وتم استبداله بالعود، لكن عم أحمد عبد الماجد لحد النهاردة بيصنعه وبيدرس العزف عليه للأجيال الجديدة. عندي 10-15 سنة كده، كنت بروح أقعد مع واحد راجل يعني في نفس الجزيرة هنا في هيصة، هو بيعزف إزاي وكده. مرة في مرة هو قال لي خد درب كده شوف. قعدت أمسك الطنبور وأعزف، راح عملها لي واحدة لي، بقيت أعزف بقى تعود على عزفي. هو أهم حاجة اليد ده، أعلم عليه أتعلمت. وبعدين شاركنا في فرقة نوبية زمان، وزمان عندنا سيادتك أستاذ أحمد ما كانش في مسارح، كان يجيبوا 3 دكك كده، الفنان يقعد في نص الدكه والدكتين دول الكورس بيقعد يرد، وهنا في النص بقى كان في نفرين بيغيروا بعض دور بيرقصوا رقصه نوبيه رقصه معينه برضه، والكورس شغال الفنان بيغني والكورس يرد وراه. كان كده زمان، كان الكورس عباره عن الجمهور كله اللي موجود، كله كان بيرد. هو ده بالنسبه للكنوز. والفجيتشات زمان كان يقفوا كده زي مغزى طابور كده صف اسمها العراقيد، كان بيغنوا فجيتشة بقى ويغيروا بعض في العراقيد، والفنان يقول بالدف، وفي طنبور اللي يرد بقى اللي واقفين كله. وده بيلعب ايه؟ مقامات ايه؟ راست مثلا؟ الكنزي اغاني بتاع بورسعيد برضو، بيقول يا بيوت السويس والحاجات دي يعني بتاع اسماعيليه وكده الكنزي. والفجيتشة طبعا بيغني سوداني على نوبة فجيتشة.
طب ليه الطنبور اختفى من الفرق المزيكا المنوبيه اللي شغاله دلوقتي؟ عشان الاورج في نغم الطنبور في الاورج نفسه الكيبورد. الاورج اللي بيعزف الفنانين دول في نغمه دي، يعني مثلا واحد زي استاذ محمد منير في اغاني كلمات بالطنبور لا يجيبه في الاورج بقى بدل ما يودي الطنبور ولا يعزف. فهدات العود والطنبور اللي ضيعوا العود والاورج اللي ضيعوا نسبه الطنبور دلوقتي. كان موجود لحد سنة كاملة ايه عادي في الفرقة دلوقتي؟ هو لغاية سبعينات. السبعينات؟ سبعينات بقي ايه فرق ظهرت، والأورج والعود والكانون والحاجات دي جيتار ودي، فالطنبور محدش كان بيفتكر فيه. فأنا كمان لما بنازف كنا بنازف في البيت الزباين أجانب يحتموا بالآلة دي، هم زي ما بيقول بيروح في المعابد عندنا بيشوفوه مرسوم الطنبور في المعابد، عندنا في فيلة برضو مرسوم. ابويا يبقى ابن خاله وامي بنت خالته، فطبعا انا صغير في اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي كان بيجي لنا البيت، فتاثرت بيه فاشوف التلفزيون حطيته زي مثل اعلى ليا من الطفوله، فبقيت احب اغني له من الصغر. جت ازاي بقى المزيكا النوبيه؟ الجماعه الكنوز ماخدين الجنب الضفه الغربيه اللي من غرب النيل، هتبتديها من اول اسنا شراونا كل الغرب النيل ده كلها منطقه الكنوز. الفجكه اختاروا هم الضفه اللي هي الشرقيه، يعني هتلاقي حتى نصر النوبه التهجير كله من اليمين. الفجكه تعتمد على اللي هي السلم الخماسي اللي احنا مرتبطين ارتباط مع السودان، لان احنا يعتبر جزء واحد. ايه الفرق ما بين الدف النوبي مبدئيا والدف العربي؟ يعني الدف آلة مستخدمه وكثير قوي في اسوان، والطار برضو اللي هو الكبير بتاع الستات ده نفس المدرسه. اولا الدف على فكره موجود من ايام الاسلام، لو تفتكر انت لما كان الرسول لما عليه الصلاه والسلام مكه للمدينه طلع البدر علينا كان بيتعزف بالدفوف. فمن هنا لان الدف آلة طبيعيه، دي الاطار ده الدايره دي بتبقى خشب وهو ده صناعي. انا بتكلم على الدف الطبيعي، التاني بيكون مشدود بجلد الماعز او جلد خروف بتشد عادي. الايقاعات بقى بتفرق في ايه، في اللي هو النوبي بيبقى زي كده السوداني زي كده مثلا، كده زي شفت انت السيره والجماعه البشريه والبابته زي كده. كمان يعني دخل العود وبقى كتير وبقى لين العود ده بقى ليه قصه جميله. العود على فكره هو يعتبر ابن الطنبور. عازفين العود طبعا في الفن النوبي حمزه علاء الدين واحمد منيب وحج فكر الكاشف وحج دهب ناس كثيره دول اساتذه العود. آلت العود كان بيدرس كمان حمزه علاء الدين. حمزه علاء الدين اصلا سافر بره عمل الدكتوراه في المزيكا خاصه في آلت العود، ودرس هناك كان دكتور هناك في فرنسا وفي ألمانيا وفي أسبانيا وفي اليابان. والوحيد الفنان النوبي الوحيد اللي أضاف العود، طبعا خمس أوتار، الوحيد اللي أضاف الوتر السادس اللي هو تحس إن العود بيتكلم أو بيغني مش مزيكا، وتحس برضو إن في أكن في إيقاع معاه لمسة الوتر السادس ده. احنا لو مرت نادينا نجري على
أصغر ما فينا من ورا الليل والمعابد والكنائس والمساجد تحضنينا وتحكي لينا تصغر الدنيا في عينينا وانت يا الشمع هي جيدة في قلبنا يا عروس الليل تعيش يا مصرنا. زيزو تاج هو اسم الشهرة لزكريا تاج السر، فنان شاب اتضرب بالغنى وهو صغير، اتعلم العود وبدأ يشتغل في الأفراح، بس كان حاسس طول الوقت ان في حاجة غلط وان الطريق ده مش هو اللي عايزه. سافر القاهرة، اشترك في ورشة المخرج حسن الجريتلي شوية، واكتشف ان اللي بيدور عليه موجود في أسوان هنا في جزيرة سهيل. وانا من صغري بحب الفن، بس ما كنتش عارف انا عايز ايه بالظبط، يعني كنت اغني نوبي ولا اغني، يعني كنت بسمع ام كلثوم وحليم والناس دي كلها، فكنت محتار ما بين انا اغني نوبي ولا اغني ده، لحد ما بعد كده ما عرفتش طبعا اوصل، ما كانش قدامي غير ان انا اشتغل في الافراح، واشتغلت في الافراح. بعد كده اتعلمت العود، فخلاص بقى ما بقتش اعرف اشتغل في الافراح، بقيت اشتغل حفلات وكده، بس ما كنتش اعرف اي، حتى اسماء الاوتار ما اعرفهاش، لحد ما قابلت استاذ حسن الجريتلي واخدني معاه القاهره هنا في الورشه، فرقه الورشه. ايه اللي بيميز التراث النوبي الموسيقي عن باقي انواع الفنون الموسيقيه اللي موجوده في مصر من خلال رحلتك اللي انت مريت بيها؟ اول حاجه بتميزنا ان احنا يعني التراث نفسه كله من الطبيعه ومدموج بالحقيقه، يعني حاجات من الروح نفسها، مش مجرد بس اغاني وخلاص، لا، حاجات بتحكي حال النوبه واحوال وقصص النوبه زمان ودلوقتي. يا وعدي على الايام بتعدي بينا اوام، وبتدي ما بتديش تتبان وهي تعيش، بضحك على الأيام بضحك ولو أحلام. مين من قدها الأيام؟ قول لي يا زيزو دلوقتي، أكابيلا ده مصطلح عالمي، ده الغنى المنفرد معناه، يعني بتخلي من غير آلات وغير ده المعتاد أساسا، يعني مش شرط يكون معايا آلة عشان أغني، يعني أنا مثلا أنا كنت مراكبي، فكنت مثلا وأنا قاعد على الدفة بمشي بغني كده، واخد بالك، مع صوت الموتور ومش عارف إيه، مش شرط يكون كلام معروف كمان، يعني ممكن يبقى ارتجال. ارتجال؟ بالظبط، أنت حاجة حاسسها في وقتها كده فبتطلعها بطريقتك أنت كده. إيه أنت كمان يعني بتدور في المزيكا النوبي، يعني أنت أنا ما شفت لك تراكات لها علاقة بالعديد. يعني في حاجات كتير مش متوثقة، يعني احنا عندنا كان في كل حاجة بتحصل أي حدث ليه أغاني وطريقة بالظبط، إيقاعاته كمان. فمن ضمن العديد، يعني آلات الوفاة، كان في ناس بتعمل عديد بتعدي، أنا كنت بحب ده، يعني كنت بحب الصوت الست هي بتعمل كده. جمعت كتير عديد؟
لا هو ما جمعتش كتير، بس انا دمجت قصه كانت بتحكيها عندنا مع صوت واحده ست كانت بتعدد جيراني الله يرحمها، بيحكي من ناحيه ان هو تايه والدنيا ضلمه ومش شايف حاجه ليه ومش عارف ايه، وفين يا ريشه انتوا سايبين وسط الجبال وكده. فبيخش في مود ان هو بيحكي عن نفسه عن حاله، يعني مش بس مجرد ما حد تايه، لا ده حاله، شايف الدنيا مظلمه وشايف مش عارف ايه. اتعلم العود بس صعب شويه، قلت اتعلم الطبله بقى. طب قول لي انتوا بتستخدموا ايقاعات كتير بقى في الاغاني النوبيه اللي بتغنوها؟ ايوه. زي ايه مثلا؟ زي ايقاع الهولي. طب ما توريني كده الهولي ده يعني ايه؟ توريني كده. في انواع تانيه؟ ايوه في. بتستخدموها في الغنى النوبي زي ايه تاني؟ زي المكسوم. المكسوم ده المقسوم المصري بتاعنا. أيوة. العادي. العادي اللي هو زي ايه كده، وريني كده الدف بيعمله ازاي المقسوم. وايه تاني؟ سكي. اسرع السكي. السريع. السريع. السريع النوبي. طقس تراثي أساسي في أفراح النوبيين، وفرقة الطيباب واحدة من أقدم فرق الزفة اللي موجودة في أسوان من ساعة ما تأسست في السبعينات، وهي بتشتغل لحد النهاردة، جيل بيسلم جيل. اتكونت، نقدر نقول اتكونت بالحب في السبعينات. ايوه. انت ادم واحد في الفرقه دلوقتي صح؟ ايوه انا اقدم واقدم. اتعرفت الفرقه دي على بعض ازاي ودخلت؟ شوف بيعملوا ازاي. كان عندك كم سنه وقتها؟ لا كنت صغير يعني. 10 15؟ ايوه كنت صغير يعني. كنت صغير بس عشقت الحاجه دي، بس يعني جوايا جوا قلبي. حاجه ده. ايه اللي شدك ليها؟ ايه اللي ده؟ سبحان الله وتعالى رباني. افرح الناس وادلع الناس، ده مكتوب علي، لازم ربنا يديني الصحه والعافيه واديهم اكتر من كده. عم هاي القلب في وشاشه بالابتسامه. مده الزفه قد ايه مبدئيا؟ وقت يعني بتاع ساعه كده. ساعه تقسمها ازاي يعني؟ اول ما بتدخلوا بتعملوا ايه؟ في اغاني معينه للدخله؟ ايوه الدخله ده خاص وحدي. في عند الكوشه بيكون لي اغاني تاني، لكن المشي لي اغاني تاني، اغاني تقيله. ثلاث اغاني بتاع زمان بنبتدي بيها. اغاني زمان بتبتدوا بيها؟ يعني مثلا بتبتدوا إيه؟ مثلا بالصلاه على النبي ولا ايوه في صلاه على النبي ده اول حاجه. صلي ابو صلاه على النبي. ده اول حاجه بنطلع بنخش بيها الاغاني التقيله ده في المشيه. المشيه
الاغاني خفيفه بقى عند الكوشه، عند المكان اللي احنا هنعمل فيه الليله بنعمل فيها، بنعمل لهم داريه كده وبنفرحهم ونخش وسطيهم كده وبنطلعهم بقى بنخليهم ايه يلعب براحتهم بقى. ما شاء الله الفرقه بتجدد دمها طول الوقت يعني، في شباب صغير زي الفل يعني، اجيال واجيال لحد ما شعري نشابت ده، بس شباب عسل، شباب عاوز رعايه. وانت مبسوط منهم ولا عامل لك مشاكل؟ انا مبسوط منهم، دول اولادي لو رغبت الشالت عشانه مش خسارة عشانهم والله. رب عندك حاجه لانه طيبين طيبين. انا ما عندي، ربنا ما ادانيش عيال، بس اداني العيال كلهم عيالك. انا في نعيم يعني مبسوط. بدأت تدفف وبعد كده بقيت المغني. بدأت المغني. ودورك كمدير بقى بتعمل ايه في الإدارة؟ أنا يعني لما حد عايز فرح ولا حاجة فبيجي يرن عليه. بكلمك قبلها بقد ايه؟ من أول 12 بنبتدي يعني الحجز. من أول شهر 12؟ عشان أحجز لشهر ايه؟ أي شهر. لشهر 2 3 4 5 6 لو بسجل عندي. بتسجل عندك في دفتر؟ بكتبه عندي في الدفتر، بيبقى فيه عربون معاه. معاك كم واحد في الفرقة؟ معايا من 20 ل 25. الاغاني اللي بتستخدموها في منها قديم وفي منها جديد؟ اكيد. ايه القديم اللي بتستخدمه؟ علي مداني علي مداني علي مداني داني علي مداني جراتا هي تركيا هندو داني هندو داني هندو داني علي ري علي ري علي. طب ما تديني اغاني كده حلوه من الجديده اللي بتستخدموها. يعني مثلا نقول اي غدنا يا كري منا يربي بكري، اي غدنا يا كري منا يربي بكري، يوم حبنا نقول تكون قد خساره يا نسمة. اديني اولا الترجمه بتاعتها. يعني اي غدنا يا كري، يعني يا ترى انت بتحبيني يعني. وبعدين التانية اللي من ناير ببكري مثلا بيقول مثلا انت ليه بتخبي اللي انت تقولي لي يعني اللي انت بتحبيه. تمام.